السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وهي الملف الخف لدى الفيفا في الواجهة عطائه، وكل الأمور تسير نحو الأفضل. لهذا السبب للأسف يقولك ما زالت ناس طبعا بعد ما هناك الكثير من الجماهير الجزائرية، وهي حقيقة على بالك، هي حقيقة ماشي كذبوا، يعتقدون أن ملف الخوض الذي لدى الفيفا انتهى، ويجب تخطي الموضوع والتطلع إلى المستقبل وبناء منتخب قوي يخشاه الجميع، منتخبات الإفريقية ومعاقبة كل من تطرق للخيانة. هل يقول لك خيانة؟ والله ما فهمنا. دخلوا على بالماضي داخل في البيستير، قالوا له دو ديره تروا ولعب خمسة زوج ثلاثة بذيك الطريقة. والله ما فهمت الخيانة هذيك دايرة. قال ستاد سقموا لها ستاد، ردوه طابي دور. قال الجمهور، الجمهور دخل. الدولة خدمت له 12 طيارة، راحوا للكاميرون، ربحنا في الكاميرون. والله ما فهمنا، والله العظيم ربحنا في الكاميرون، احنا كنا متأهلين في الكاميرون على بالكم. خيانة هذه والله ما فهمتها، كيفاش يقول لك خيانة؟ كمال مهوي خويا قول لي شكون هذه الخيانة. والله يا كمال مهوي قول لي، والله انا نسكتو كاع، يقولنا شكون هذو الخوان قتلتونا. نهار اللي زاتي خسر لافير تاع العضوية في الفيفا قلتوا وشاية وسوف نكشف وسوف من مكان والو. قلتوا من هالي في 2017-2018 قلت لنا باللي كيسمو قرباجك لا هدرة 100 مليار هدرة راحت في البيلو، وسوف نكشف غادي نكشفوا غادي نديروا نخرجوا أوراق خرجوا مكان والو. هاو دعمي الله العافية. يقول لك ولكن في الحقيقة يجب على الجميع أن يصدق أن ملف الذي قدمته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إلى لجنة التحكيم الدولي شهر مارس الماضي، والاتحاد الدولي لم ينشر بيان له بخصوص هذه القضية والتي أثرت يعني ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والشارع الجزائري إلى هذه الساعة يتحدث عليها. يا ودي والله ما كان لا يتحدث، لا كاش مش عاكرا يهدر مع ذاك هذاك المخنث في التيربر يهدروا عليها، ولا كاش حود مساكين ما زالوا يكذبوا عليهم. والله ما كان لا يتحدث عليها كاع. أنا عرفنا، أنا واحد من الناس البارتية كي دار بيت سفر عرف بلي البارتية راحت، داوها مواليها كلاكسونا وفاتوا. والله ما كان تا ملف قاصورة في سلة المهملات. أنا نقولها لكم مازالوا ناس بيخرجوا لكم. أنا قلتها لكم في مار في أبريل يعني عاقل، قلت لكم جماعة قلت لكم هذا خاطر أنا مشاكرة فهم. وقالها لي ربي قال لي قعد تخدم معنا تال 30 أوت. والله لا قالها لي كيما هكا، قال لي قعد تخدم معنا تال 30 أوت. قال لي كل كسرة معنا ناكل كسرة معاك بصح. ومن بعد بنادم كي نكذب عليك انا اليوم، انت نكذب عليك، انت اللي تشوف فيا نكذب عليك. ومن بعد هذا ما هذوك اللي كذبوا وانا عارفهم كي دايرين تما، كذبوا بعد يخرجوا يعايروا بالشيخ، يعايروا قنوات، يعايروا الصحافة. حنا متعايدين الصحافة. انا كي يكون عندي بريف، انا يكون عندي بريف ولا نكون نمشي على طريق صحيح، ما على باليش بالناس. انا التريكو راه عاجبني نلبسو، ما على بالي تب واحد. نتوما الا عندكم حقائق كيما كنتو تقولوا باللي كاين لي بريف، انا ما نحوش على باش الشيخ يقول لك فين دالاس، ولا نحوس على القنوات تاعنا يهضروا، ولا السلطه، ولا لا نكذب دب كاين فلوس روحوا بيعوا بكو بعد داك الفيديو تاعكم. خاطش عليها كذبه، خاطش كذبتوا وامنتوها وانسيستو، وليتم انسيستين عليها زعما كلي شغل صايك بين الدور ماتش، وامنتو وليتم امنين
هي كذبة ومأمنين. في ميلوز مي ريحتو في رحبة، ريحتو ديك العاهرة وهذاك هذاك بو كذبة هذاك، ريحتو في ريستور وقسمتو الدراهم بيناتكم. ماشي قسمتو الدراهم، عطيتهم زدق 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 زدق. هذه هي وين بغيتو تاكلو، بغيتو تزيدو وعجبتكم قعدتو تكذبو. مليونية مليونية يدلل. عاكتو الشعب بما أمنكمش، مكاش لي راح معاكم، راحوا معاكم دوك لي مخلصينهم، لي كنتو مخلصينهم راحوا معاكم. ولا لي مساكين كاين، نعرف واحد الخمسة ولا ستة راحوا فماك، يعني راحوا من نيتهم. بصح كي وصلوا فماك لي راحوا للوالا ما عاودوش ولاو، صاحبو عرفوا بلي ما كان والو، تحت عقلية تحت زراري مكاش كاع. وفي خرجة صادمة، يعني وين صدم الجميع، رئيس الاتحادية الكاميرونية صامويل إيتو قال في تصريح له أنه اعتذر من الجماهير الجزائرية بسبب حرب إعلامية التي شهدتها الساحة الفنية بعد مباراة المنتخب الكاميروني ضد محاربي الصحراء في تصفيات نهائية لكأس العالم بقطر، والتي شهدت أحداث غريبة. ما شهد لا أحداث لا غريبة، لو حنا البارتية كملت، الناس راحت لديارهم ثلاث ايام من بعد خرجوا، قال لك ايطو من دراهم وايطو منا وايطو منا، شكون اللي ولا يخرج يا بشاكره وكلش. هادو داروا والشعب تبعهم، وصاي الشعب الله غالب، الجماهير الله غالب، الناس اللي ولاو يتبعوا مساكين كان اللي مامن، كان اللي قال لك واه البارتية غادي تعاود. حتى المدرب وقال البارتية تعاود، حتى المدرب وقال لهم ملف ثقيل ثقيل جدا جدا. انا والله ماذا بيا في الندوه الصحفيه الجايه بالماضي يهضر على الملف الثقيل، يقول لهم هاشا كاين، هاشا فيه، هاشا فيه، هاشا فيه، بالك في حاجه والناس دست وكلش. ماذا بينا خاطر علاه تاليا نهار اللي جاهنا الوهرن قال لهم ملف ثقيل ثقيل جدا. وبعدها مباشرة نشر حساب رسمي لدى الفيفا تغريدة له عبر تويتر فيديو يوضح الجماهير الجزائرية وهو يحتفل بهدف إسلام سليماني في مرمى المنتخب روسيا في مونديال البرازيل، وأرفق معها إن سألتني عن الجزائر فالأمر لا يوصف، هو البلد الأكثر شغف بكرة القدم. للإشارة منذ أيام والفيفا تنشر على المنتخب الوطني الجزائري عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل هذه الأفعال، تظهر أن ملف الفاف لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم في أوج عطائه، وهناك أمل استرجاع الحق الجزائر الذي منحه الحاكم قاسامة للمنتخب الكاميروني كهدية مقابل 100 مليون أورو. بس تبقى مأمنين، قالوا 100 مليون 100 ألف أورو، ماشي 100 مليون أورو، 100 ألف، قالوا 100 ألف أورو ما كاش منها. هو الأخوة كسمه مشاكرة 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 انتيليجون مشاكرة، قاعد تقول له عليك كذبت، يقول لك هذه كذبة، كان والو الشعب أمن. أنا نقول لكم عليها مشاكرة، نهار اللي يهدر في الأرامسي وهدر بالفرنسي فماك لما نهدر، هدر لكم أنتوما لا ما هدر لكمش أنتوما مشاكرة، ولا يقول بلي عندي دي فيديو عندي منه، هي تلمو ما عندهاش. هو كان ينيغوسي مع إيطو، كان يحوس على إيطو يعيط له ينيغوسي معاه، يعطيه فانيك الدراهم يدي منه ويدي من هذا مكان، ما حاجة واحدة أخرى. والله العظيم ما يقول لكم بلي مكان والو، مكان مكاش. ناس كذبت وأمنت، ناس كذبت وأمنت، ما زلت الناس تهضر ب 100 ألف أورو، يا ودي باقيش. هاي هارا روحوا شوفوا، قولوا لهذوك المخنثين اللي عاودوا يهضروا لكم، يهضروا لكم يقولوا لكم كاين لي ماتش وكاين منا وغادي بارتي تعاود. راهم داخلين على البرازيل الجزائر، ما تلعبش برازيل الجزائر، ما تلعبش. عندكم مدرب ما يقابلش، ما غاديش تلعب، مدرب يرفض. ما كان لا قضية تاع دراهم، لا الجزائر ما فيهاش دراهم، الجزائر ما فيهاش دراهم، فيها دراهم بصح ما احنا والفنا غينيا وغينيا بيسا وغينيا استوائية غينيا كوناكري، هذا مكان غينيا افريقيا الوسطى، هذا مكان. ما تنساوش عطونا اشياء كومنتير
وبارطاجوا فيديو، وان شاء الله بربي نبداو سلكم جديد والحقيقه صحيتكم.